طيب خلينا ناخد لقطة تانية كانت مهمة جدا واهتمام كبير جدا على مستوى السوشيال ميديا، كانت بوست من الهند سعيد صالح، كتبت بوست وقالت فيه من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي. فجأة بتقول بقى فجأة ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا الله اللي بيكلمني، والله الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك. تفاصيل مكالمة وإيه قصة المكالمة اللي جمعتها بين الفنان العظيم عادل إمام ممكن نعرفها في المداخلة دي. اهلا وسهلا استاذه هند سعيد صالح. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ غاليه وبنت غالي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا يعني انت هتطمنينا على الحبايب، ريحه الحبايب، ريحه الحبايب اللي فرحتك وصديق العمر الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، نجمنا الكبير الزعيم عادل امام. قولي لنا تلقيت المكالمه ازاي؟ ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل انه انا صديقه، يعني انا صديقه شخصيه لمرات رامي امام. ايوه. من ايام المدرسه، فهي وانا بنتصل ببعض على طول. نعم. فكون ان انا شفت رقمها فرديت بتلقائي، يعني انا عادي يعني رديت ياسمين بتتصل فبرد. ايوه. فهي انت نايمه؟ قلت لها لا. قالت لي طب خدي كلمي. هي كده فجاه من غير مناسبه. ايوه. فلقيت عم عادل بيقول لي ايه حبيبتي ازاي كان عادل امام، فطبعا فرح انا. أيوة. الفرحه عندي مش انه كلمني، لانه احنا على تواصل دايما، الفرحه عندي ان مفيش مناسبه يعني. أيوة. يعني مفيش مناسبه يعني اقصد لعيد، لعيد ولا رمضان ولا هو عيد ميلاده يوم الثلاث، فيعني افتكر رفيق الرحله يعني. انا عايزه اقول لك ان ده اللي حصل فعلا، لاني بعد ما قفلت معاه هي طلبتني تاني، فبتقول لي وهو قاعد فجاه قال لي سعيد وحشني اطلبي لي هند. يا سلام. والله العظيم يعني انا ساعتها وانا بكلمه، اولا بص حضرتك انا في انا شخصيا في عادل امام سعيد صالح الفنانين اصدقاء بابا مش بس زمايله. صوتهم في ودني مرتبط ببابا مش مرتبط باللي بيتشاف على الشاشه طبعا. فانا لما سمعت صوته في التليفون، صوت عادل امام اللي كل الناس عارفاه، فغصب عني انا سمع صوت ابويا في التليفون، لان الصوتين يعني الاثنين من عندي مرتبطين ببعض. مش الفنان عادل امام ده اللي اقصده. طيب ايوه هند، يعني كل ردود الفعل اللي جت على المكالمه كلها طبعا الناس بتتنشأ على معلومه عن الفنان العظيم عادل امام، فلما لقوا كلام منك وكلام مصدق طبعا اطمنوا على صحته. احكي لنا المكالمه كان فيها ايه؟ اطمن عليه. والله ما كانش فيها حاجه بعينها، بس انا طمني عليك وطمني على صحتك. قال لي انا الحمد لله، ولادك عاملين ايه وجوزك عامل ايه وانت وحشتيني اخبارك ايه، يعني كلها كانت مكالمه اطمئنان، وبتعليل البيت لما الولاد تخلص امتحانات، يعني كلها كانت مكالمه جميله، اب بيطمن على بنته. وانا حتى في الاخر قلت له انا ابويا اللي كلمني دلوقتي مش عادل امام. يا سلام. والله العظيم فالحمد لله. انا بص انا خلصت المكالمه وكتبت البوست من فرحتي، او اولا انا كل طبعا بعد الشر عليه يا رب كل شويه يطلع اشاعه شكل. ايوه. فانا اول ما الاشاعه دي تطلع، انا قبل ما بفتح يوم يعني اي موقع رسمي يعني الناس تصدقه، بجري على ياسمين. اول ما اكتب ياسمين تقول لي مفيش حاجه الحمد لله، هي خلاص هي بتبقى فهمت. ايوه. مفيش حاجه والله يا بنتي كلنا كويسين. بقول لها طب خلاص. قالت لي هي اشاعه كل سنه اللي دايما بتبقى ايام عيد ميلاد كده موسمية. ربنا بالظبط. انا مش عارفه ليه وبتيجي منين يعني. الاشرار كتير. الاشرار كتير. بقت سخافه قوي وبتخض اهل الشخص نفسه. بصي هو في النهايه هو نموذج للوفاء الجميل واحساس حلو. احنا بنشكرك جدا جدا على انك طمنتينا على الاستاذ عادل امام. الحمد لله هو بخير الحمد لله. الزعيم وبنقول له كل سنه وهو طيب من دلوقتي، عيد ميلاده يوم الثلاث ان شاء الله، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. وهذا هو الوفاء والاخلاص لرفيق رحله عمره ورفيق كفاح ورفيق الضحكه والبهجه طبعا اللي ملت حياتنا حتى هذه اللحظه. بنشكرك جدا وبنشكر الفنان الكبير عادل امام. شكرا هند فعلا، لان المكالمه طمنت ناس كتيره جدا. وعايز اقول لكم الى الان بتكلم على عادل امام على مستوى السوشيال ميديا بقى، الجزء احنا بنتكلم عليه كم الكوميكس، كم الماتيريال والمواد والافيهات اللي معموله من 30 40 سنه لسه حاضره وحاضره بقوه. ما بنتكلمش على ترند بسيط للفنان العظيم عادل امام على مستوى القوه الناعمه الرقميه زي ما قلنا.